اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. الصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. تعالوا مع بعض النهارده من قلب الثلاجه نعمل اكل صحي هيلسي بنسبه تقريبا 80% 90%، المهم في الاخر نسبه نجاح وبتفوق. معانا السبانخ النهارده هنعملها فطيره بحبه البركه مع اللبنه. اللبنه موجوده في السوبر ماركت، منها الدايت ومنها الهيلث ومنها دسمه زياده، فهنجيب اللي احنا حبينا ونعملها النهارده فطيره السبانخ باللبنه ونشوف نعملها مع بعض ازاي. ممكن تستبدلي اللبنه بجبنه، باي نوع جبنه انت حباه، ولكن هي الفكره من المطبخ الفرنسي. معانا النهارده تشكيله من الفواكه من خير ارضنا، يتصدرها في القائمه الاولى الجنزبيل. الجنزبيل الطازه ده هو ملك الدرنيات، الدرنيات يعني الثوم، البصل، البطاطس، الجزر، كل ده. الجذور بتاعه الجنزبيل الطازه الحلوه دي مخرجنا الجميل هنستخدمها مع رز النهارده، رز بالفواكه. المشمش قبل ما يودعنا مع الخوخ مع العنب مع الموز، فكره الطبق ده لطيفه وجميله. القرفه الناعمه طبعا هنشوف نعمل مع بعضنا ازاي طبق لطيف بشكل جديد، حلو قوي. والرز المصري طبعا لازم غني بالنشويات والكربوهيدرات، فكده الطبق فيه كل العناصر الغذائيه. معايا التفاح، ولادنا واطفالنا مش بيحبوا ياكلوا التفاح، اللي ممكن سنانه ما بتقدرش تمضخها كويس، كبار السن. ما نيجي نعمل التفاح النهارده بطريقه جديده، حاجه اسمها الكومبوت التفاح بالقرفه، حاجه لطيفه ياخد تبريد عالي، تبريد قوي زيه زي البطيخ زي الفواكه الفروت سلط، وبعد كده هيبقى واخد القرفه الناعمه مع العسل، حاجه لطيفه وجميله هناكلها زي الايس كريم. هنشوف مع بعض ازاي الفكره بتاعته بسيطه وسهله، تقدر كل ام تعملها لاولادها ولحبايبها. مش عايز اطول حضراتكم لان الاكل النهارده اكل صحي وعايز يعني تركيز شويه. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل، اوعوا تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. السبانخ ولادنا مش بيحبوها، يعني ما تعرفش، بيقول لك شبه الملوخيه، يعني اكله مش لطيفه عند الاطفال، وخاصه اللي هم واخدين على الاكل الفاست فود والحاجات السريعه وسندوتشات الشاورما وسندوتشات البرجر. لما نيجي نقول لهم هناكل سبانخ النهارده يقول لك لا يا ماما. فتعالوا نعمل لهم فطيره مع لبنه مع جبنه. ايه فكره عمل الفطيره باللبنه؟ مقاديرها على الشاشه، بسيطه وسهله وصحيه بنسبه نجاح وتفوق. معانا سبانخ ورقيه طازه، المجمده مش هتنفع معانا، ومعانا لبنه دسامه قليله جدا، معانا مكعبين من الزبده لزوم الشغل، معانا شويه البهارات الحلوين، والعجينه بتاعتنا عباره عن كوبايتين من الدقيق، بياخدوا بيضه، بياخدوا رشه ملح، معلقه بيكنج باودر، وقليل من الحليب، قليل الدسامه، وبنغطيها وبنسيبها تمر مرحله التخمير الاوليه. هي دي العجينه معانا، هي زي الفل. حلو الكلام لغايه دلوقتي؟ زي الفل يا عم الشيف. عجينه سهله تقدري تعمليها بكل بساطه. عاملينها وطبعا من تقريبا من تلت ساعه، بنسيبها تتخمر على ما نشوف السبانخ لان لازم نحضرها ونسيبها تبرد، والمقادير على الشاشه بسيطه وسهله. نبدا نشتغل في السبانخ اللي هي التوبنج او الحشوه، نشوف نعملها مع بعض ازاي. طب حاجه بديله للسبانخ يا شيف تنفع؟ اه ممكن تحشيها خضار مشكل زي ما انت عايزه، بس السبانخ مع اللبنه بالتاكيد لها طعم تاني. السبانخ معانا زي الفل، بتجيب بصلايه حلوه زي دي كده، بناخد البصلايه بنقطعها شرايح بالشكل ده كده في طاسه شديده الحراره مع معلقتين من زيت الزيتون، شويه ثوم حلوين محترمين زي الفل، اللهم صل على النبي اهو، ما نكترش زيت، وناخد البصل بتاعنا ده كده مع تحميره حلوه، حلو قوي، هيعور لي عينيا وتخلي عينيا تدمع. اتعلمنا ان احنا لما نحمر بصلايه زي دي كده حلوه نقوم نهرب من ريحه السمك في قلب الشقه في قلب الصالون. جوزك يا جازه النهارده وقاعد في البيت ما تعكننيش عليه بريحه البصل، ممكن الصالون او المطبخ امريكان يعني مفتوح في قلب الصاله وده وارد، فحط شويه نعناع مع البصلايه وهي بتتحمر. الحاجات اللي بقولها دي صدقيني بجد انت محتاجه تعرفيها كده، مش هتشم ريحه البصل خالص في قلب البيت. ده زعتر ونعناع، يبقى احنا خدنا المضمون اللي هو البصل بالقيمه الغذائيه بتاعته، وفي نفس الوقت شلنا الريحه بتاعته. شويه البهارات بتاعتنا على البصلايه بالشكل ده كده،
خدت الطعم وخدت الشكل. فلفل اسود ونقلب. هي دي ثقافه المطبخ، انك تقف في المطبخ كده تحس انك انت بتعملي حاجه لا رائحه ولا مشاكل خالص من ناحيه الريحه بتاعه البصل. زي الفل. بصلها خدت لون ازاي؟ صدقيني مفيش ريحه بصل خالص في الاستوديو غير ريحه النعناع مع الزعتر. حلو الكلام. هنجيب طبعا فصين من التوم الحلوين، دعم الفطيره يا عم الشيف. ممكن حابه تحط شويه مكسرات اهلا وسهلا، شويه عين جمل اهلا وسهلا، زي ما انت حابه. يعني ممكن مكسرات يا شيف، ممكن ده توم نقلبه مع البصلايه. حلو. معانا السبانخ بقى الورقيه بتاعتنا الحلوه. نغسل السبانخ ازاي؟ ده اللي يهمني كمان في الموضوع. دي سبانخ ورقيه بنجيبها بالشكل ده كده. نجيب الاخضر منها. شفتوا السبانخ دي على فكره تتاكل نيه. اخواننا الفرنسويين بياكلوها نيه، سلطات زيها زي الخس، زي الجرجير. تتغسل وهي سليمه يا اختي، يا خالتي، يا ام، يا ست الكل، يا تاج راسي، الام العظيمه وكل المتابعوني دلوقتي. الخضروات الورقيه زي السبانخ، زي الخس، زي الجرجير، زي ما هو كده يتغسل وهو سليم ونصفيه، ويتغسل بميه ساقعه مش ميه سخنه. ما ممكن تفتح العنفيه دلوقتي تلاقيها سخنه، استنى عليها شويه لان المياه في المواسير بتبقى سخنه. انا بقول لك على ده بيحصل وحاجات بتحصل في الواقع. احنا بنفتح الحنفيه بعد دقيقه تلاقي ميه سخنه شويه، تمشي المياه في المواسير بتلاقي ميه ساقعه نازله. خلي بالك ده في الاعتبار، الميه السخنه دي ما بتنزلش على الخضار، هتبوظ لك شخصيته. هيتغسل الخضار ده كويس بميه من الحنفيه ساقعه زي الفل، وتتخلصي من الاتربه والشوائب زي الفل مره واثنين وثلاثه. ممكن تحطي عصره ليمون ومعلقه خل. الخضروات الورقيه بالذات خلصنا من الغسيل بتسيبها تنشف. تقدر بقى تستخدمها زي ما انت حابه في حشوات، سبانخ، خس وهكذا. عند البصلية اتحمرت زي الفل مع زيت زيتون مع تومه، هناخدها زي ما هي كده وننزل بيها في قلب الحله. الله. طبعا كلنا عارفين يخنه السبانخ باللحمه المفرومه، سبانخ جراتان بالجبنه، شويه ميه صغيرين كفايه. هنغطي الحله. فكره شويه الميه دولت ان بيتبخروا مع السبانخ، بعد دقائق معدوده هتلاقي السبانخ دي هبطت في قلب الحله. حلو الكلام. هتلاقيهم شويه صغيرين في الاخر، هنقلبها مع بعض. نوسع كده عشان نفرد عجينه مع بعض. العجينه شفنا مقاديرها على الشاشه. عجينه الفطاير خاصه اللي هتخش فيها الحشوات بتبقى شويه دسمه، بتاخد بيضه في المكونات، بتاخد معلقتين من الزيت، بتاخد معلقه بيكنج باودر عشان تبقى هشه. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي هنعمل فطيرة السبانخ بحبة البركة. ولما بقول حبة البركة، المعجنات والبيكري بالذات لما بنستخدم حبة البركة بيبقى العجينة فيها ريحة حلوة. خلي بالك. هنبدأ ان احنا نفرد العجينة الاول كده، ناخدها نصين، نص بنفرده في أرضية الصينية والنص التاني يا عم الشيف بنزين بيه الفطيرة بتاعتنا. يعني تقريبا كده. حلو. هنفرد دي مع بعض بشويه دقيق. نعم يا غالي، هوريك السبانخ دلوقتي. تديني دقيقتين من الان هتلاقي السبانخ دي استوت وزي الفل. فرصه ممكن ناكلها زي ما هي كده، ممكن نعملها سلطه، ممكن نحطها في حشوات من اللحمه زي ما احنا عايزين حسب الرغبه. شويه الدقيق دول كده. بسم الله. وعجينه تحس فيها، يعني وانت بتعملي عجينه كده كده هناكل عجينه او هناكل عيش مثلا او هناكل فليفر من المعجنات او الفطيره بتاعتي. دعميها ببيضه ماشي، شويه حليب ماشي، تحمري بصلايه حلوه كده مع فص ثوم وتحطهم جوه العجينه ماشي. هو ده ثقافه المطبخ. شويه روزماري في قلب العجينه ماشي، شويه زعتر ماشي، معلقه زيت سمسم في قلب العجينه ماشي، يعني اوميجا 3. كده زي الفل. العجينة جاهزة. الله. بنجيب الصينية على قد القطعية بالظبط بالشكل ده كده. هو ده. شيل ده كده وناخد العجينة بتاعتنا بالشكل ده كده. الله.
بيتحط كده في قلب الصينية. نعملها الأطراف بتاعتها الحلوة دي كده. وفرصة طالما العجينة معك كده تشيل دي كده. كل اللي أنا هعمله دلوقتي يا عم الشيف هدخل العجينة دي تتشمع في الفرن تشميعة، وهي بتتشمع هنشوف ازاي دلوقتي. فردت العجينة، بحط فيها شوية زيت زيتون. الله، عندي حبة البركة. وادخل العجينة دي يا عم الشيف الفرن. حلوة زي ما هي كده. يلا مع بعض. في ارضية الفرن تشميع دي مطلوب. حلوة. يلا تمام. تعالوا شوفوا السبانخ وصلت لفين معانا. اخبار السبانخ. بص على السبانخ، شوف الحلاوه بتاعت السبانخ. طبعا درجه الحراره مع شويه البخار بتوعنا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ حلو قوي يا شيف. راحت السبانخ، عشان كده بنقول لك السبانخ عامله زي الخس والجرجير. طبعا الخضروات بتبقى كتيره هشه، اول ما بتشم النار او تشم البخار بتلاقيها اختفت على طول. هناخد الخليط ده زي ما هو كده، بنبدا نضيف بقى الجبنه اللبنه حسب الرغبه. تبرد معانا الحشوه، معانا لبنه، اي نوع لبنه انت حباه في السوق. في لبنه علب جاهزه، وفي لبنه بتتباع بالكيلو بالربع كيلو. زي الفل. اللبنه دي او الماده الحمضيه او الكريمه الحمضيه او القشطه الحمضيه، دي كلها مسميات. ممكن تحط قشطه ما تبقاش هنا دسمه، تبقى سوري ما تبقاش هنا قليله الدسامه، ملاش دعوه بالدايت. زي ما انت حابه معلقتين قشطه حلوين تبقى زي الفل. نقلب دي كده معاها. الله، حلو يا شيف على الفطيره دي على فكره. غير دلوقتي زي الفل، حطينا لبنه، دابت اللبنه مع السبانخ. عندنا البيض هنا، كميه البيض اللي تتحط هنا ممكن 2 3، والقرار اختيارك دلوقتي. تقدر تحط الصفار مع الكميه، تحط بياض بس حسب الرغبه. حلو الكلام. والله عايزاها دسمه عاديه خالص حط الصفار مع البياض، عايزاها بدون صفار يبقى استكفي بالبياض بس. وده الطبيعي، الفرنساويين بيعملوا السوفليه بالبياض بس. الصفار هنا نخليه نستخدمه في طبق تاني خالص. زي الفل. احنا شغالين مع بعض اهو شياكه كده، بناخد الايه. زي الفل. على فكره ده ما يترميش، ممكن تستخدميه في معجنات، تعملي طبق كريم كراميل دلوقتي، تعملي تورتايه، تعملي كيكه حسب الرغبه. زي الفل يا عم الشيف. ده بياض البيض جوه ايه الخلطه دي. ليه بياض بيض يا عم الشيف؟ بياض البيض مع السبانخ مع اللبنه في حاله ما ندخلها الفرن هتديني القوام وتديني الشكل اللي احنا حابينه. هنقلبها تقليبه صغيره. الاول بنزل باللبنه عشان اهدي الحراره بتاعه السبانخ، جواها بياض بيض وسبانخ. عايزه تحط شويه مكسرات اهلا وسهلا. للامانه هحط عصره ليمون كده، ظبطت الطعم بتاعي وزي الفل. بس خلاص، عصره ليمونه حلوه مع السبانخ تديها طعم، وتعادل ما بين فيتامين سي والحديد اللي موجود في السبانخ كده، نقدر الجسم يستفيد بالايه، بالقيمه الغذائيه بتاعتنا. هنخلي الخلطه دي كده على جنب، وتعالوا نفتح الفرن نشوف العجينه وصلت لفين. مع بعض خطوه خطوه. ممكن تكون لسه ما استوتش. زي الفل كده، اتشمعت العجينه بتاعتنا. تعالوا نطلعها مع بعض تشميعه. زي الفل، في درجه حراره 180، خدت الشكل ده كده. بننزل بالخلطه دي كلها. الله، شويه دول انا عايزهم، دول فيهم الخبره الطهويه كلها، ما يتسابوش دول.
انا عايزك تعيشي الحاله اللي انا عايشها دي في المطبخ وانت في البيت كده. اه حب المطبخ، حب انك تخش المطبخ تعملي حاجه حلوه. قولي الشيف المغازل ليه حط البياض البيض بعد اللبنه؟ عشان طبعا تكون السبانخ هديت من درجة الحرارة، يقوم البيض البياض ما يستدمش بدرجة الحرارة يديني كلاكيع. ليه الشيف المغازي حط اللبنة بعد السبانخ ما طلعت من النار؟ عشان ما تبرغلش مني. كل حاجة بيبقى لها في توقيتها. كده معايا زي الفل. الفطيرة دي لها تفاصيل تانية. التفاصيل التانية ان احنا معانا عجينة، هنبدأ ان احنا نعمل جرنش بالعجينة دي على وش الفطيرة بتاعتنا. ولكن انطلب مننا نطلع فاصل صغير، هنطلع فاصل صغير نكون رجعنا عملنا جرنش للفطيره بتاعتنا، عملنا شوبنج، عملنا شوبيكه كده، عملنا ارابيسك، عملنا خطوط. الاولاد بيحبوا الاشكال ديت. خلينا نشوف نعملها مع بعض ازاي، هيجي لي فكر ازاي هعملها، وهنطلع الفاصل الصغير ومش هندخلها الفرن غير مع حضراتكم، ونرجع نشوف فواكه مشكله من خير ارضنا مع رز مصري بيدينا طبق فيه كل العناصر الغذائيه. التفاح بتاعنا الحلو هنعمله بطريقه لطيفه وجميله بتناسب الكبار والصغار. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة. في الآخر لما بنعمل فطيرة حلوة بيبقى الشكل مطلوب، اللي هو البرزنتيشن، اللي هي الحاجة اللي بتجذب الأطفال. إحنا الكبار عارفين السبانخ في الأول وفي الآخر قيمتها الغذائية، الحديد والمغنيسيوم، وبنستفيد بيها، بتعالج الأنيميا، قيمة غذائية عالية جدا، بتعالج مشاكل القولون، الإمساك، كل ده في السبانخ الحلوة ومتربيين عليها. بس في اشكال لما نعمل للاولاد فطيره زي دي كده بيحبوا طبعا يشوفوا الاشكال الحلوه. شفت اهو احنا قافلين بالسله مع بعض، اهو الشكل ده مطلوب. ناخد كده كل عجينه من دي كده اهو، بلفها بايدي واحطها كده اهو، دي بلاش رفيعه اهو، حاجه كده بتلاته تعريفه زي ما بيقولوا اهو. شفت الشكل ده كده اهو، نفس القصه تاني اهو. زي الباستا فلورا كده لما بنعملها بالمشمش او بالمربى او بالتوت. حلو، خلي بالك عشان كده العجينه بقول لك لازم نهتم بيها. نلف تاني كده اهو، عينيا اهو، حاجات كده ايه. عشان كده قلت لحضراتكم احنا هنطلع الفاصل ونشوف هنعمل ايه مع بعض. ممكن ما نعملش لا ده ولا ده، بنحط عجينه وخلاص على الوش. بس بتفرق بقى لما تلاقي العجينه دي اللي انا عاملها دي متقرمشه كده ومتحمصه. شايف الجو؟ عينيه اهو، شفت العجينه؟ خدت شكل تاني خالص. طبعا الزوايد دي هنشيلها بالسكينه كده. ده المطبخ. درجه حراره الفرن عندي 180 يا عم الشيف. حلو الكلام؟ إرث حبك للمطبخ بيبان في التفاصيل الصغيرة دي كده. يعني يرجع جوزك يلاقيك عاملة له فطيرة سبانخ بالشكل ده كده، تطلبي طلب على العيد وما يجيش، يا ويلي انسى ان تلاقي فطيرة سبانخ بعد كده. حلو الكلام؟ زي ما هي كده يا عم الشيف. شوية حبة البركة، أنا بحب دايما حبة البركة على وش المعجنات، عشان كده لما بنعدي جنب مخبز ونشم ريحة حبة البركة على المخبوزات الواحد رجله تاخده على طول. لف يا عم ب3 جنيه و4 جنيه ب5 جنيه. حلو الكلام؟ درجة حرارة الفرن عندي 180، اللهم صل على النبي. دي مكانها فين يا مخرجنا يا جميل؟ هو ده الكلام. على ارتفاع 5 سنتي من أرضية الفرن. بالشكل ده كده. تعالي يا حلوة. بجد دي سبانخ؟ سبانخ صحيه. صحيه بنسبه كام؟ انت شفت الحلقه من البدايه، تقدر تحكمي بقى. انت حط الدرجات من فوق 60%، انا راضي. فيها لبنه يا شيف واللبنه مش دايت؟ قولي. انت استخدمت مكعب زبده يا شيف؟ قولي. المهم في الاخر هي نسبه نجاح ونسبه دخول ايه، مرحله اولى من التنسيق. دايما بقول كده.